مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه Don't Cry Mommy. الفيلم بيحكي عن كيم اللي بتكون لسه مطلقة من جوزها بعد معاملته العنيفة ليها والبنتها، ورفضت تاخد منه أي حاجة بس قالت له أنت مسؤول عن مصاريف بنتك. بعدها راحت ليون بنتها المدرسة وقالت لها أن القضية انتهت، لكن يون ما كانتش مهتمة بالموضوع ولا مأثر فيها عشان والدها ما كانش موجود في حياتها أصلاً. ولما كيم بتلاقي صاحبة يون في الشارع بتنزل يون وبتستأذن تخرج مع صاحبتها، وبعدها بتروح كيم تدريب السباحة مع صاحبتها وبتتكلم معاها عن محل تأجره عشان تبدأ فيه مشروعها الجديد. وتاني يوم في المدرسة بتقابل يون واحد اسمه جون وبتكون معجبة بيه، لكن صاحبتها قالت لها سيبك منه ده فاشل وبيسقط. وفي حصة الموسيقى بتعرف يون المدرسة انها بتعرف تعزف على التشيلو، وفعلا بتعزف وبتبهرهم. وبعد الحصة وقفت مع جون اللي كان معجب بعزفها جدا، وسألها لو فاضية بكرة بعد المدرسة، فأكدت له انها فاضية. بعد ما اليوم بيخلص بيوصلها جون لعربية مامتها وبيتعرف عليها، بتعزم عليه انها توصله في طريقها لكنه بيشكرها وبيرفض. وهي ماشية لاحظت ان جون واقف مع شلته اللي باين عليهم مشاغبين. وفي البيت حضرت لها كيم كيكة الشوكولاتة زي ما طلبت عشان كانت عاوزة تقدمها لجون مفاجأة. وتاني يوم بعتت رسالة لجون وطلبت منه تقابله وقالت له معايا حاجة حلوة ليك. بيبعت لها رسالة فبتعرف صاحبتها ان جون طلب منها تقابله فوق سطح المدرسة لوحدها الساعة 10 بالليل، وفعلا بتروح له. وفجأة بيدخل عليهم اصحابه اللي كانوا واقفين معاه قبل كده. بتقلق يون وبتخاف وبتحاول تتصل بمامتها، لكن ما أخدتش بالها من التليفون عشان كانت في ميعاد مع مدرب السباحة. وللأسف جون وأصحابه بيكتفوا يون وبيعتدوا عليها وبيغتصبوها وبيصوروها. ولما بترجع كيم البيت مش بتلاقي يون، فبتقلق عليها جدا. بصت في موبايلها فلقت رسالة منها بتطلب النجدة، بتتصل بالشرطة بسرعة تبلغ عن اختفاء بنتها وبتروح بسرعة على المدرسة. لكن في الطريق بيجي لها تليفون وبيطلبوا حضورها في المستشفى حالا، ولما بتوصل بتلاقي يون فقد الوعي. ولما بتعرف اللي حصل من الممرضة بتنهار. بتفوق يون من المسكنات اللي أخدتها وبتحضن مامتها وهي بتعيط. بعدها راحت كيم لاسم الشرطة عشان تقدم بلاغ، وبيكونوا قبضوا على الثلاث شباب اللي عملوا في بنتها كده. بتسمعهم وهم قاعدين بيتكلموا عن تفاصيل الاعتداء بكل سخرية، فما بتقدرش تتمالك نفسها وبتروح تتخانق معاهم. واحد منهم بيزقها على الأرض جامد لحد ما بيتدخل الضابط وبيبعدهم. تاني يوم بيروح لهم ضباط عشان يسجلوا تفاصيل الاعتداء وأثار العنف اللي على جسم يون، وبلغوا كيم إنها لازم تتعرض على طبيب شرعي عشان ياخدوا تقرير مفصل بالحالة. وقدرت كيم إنها تاخد بنتها ويرجعوا البيت في نفس الليلة. تاني يوم كانت صاحبة يون بتتغدى مع والدها اللي بيكون الضابط المسؤول عن التحقيق في حادثة يون، ولما سألته عن الحادثة طلب منها ما تتدخلش وتركز في دراستها. وفي اسم الشرطة المدير بيبلغ الضابط ان الست دي مش هتوصل لحاجة ولا هتعرف تاخد حقها، عشان في النهاية القاضي هيحكم بالتسوية عشان الاولاد قاصرين، وده نفس اللي حصل في قضايا كتير مشابهة. فحكى الضابط لكيم عن موضوع التسوية ودبر لها مقابلة مع اهالي الاولاد وادوها مبلغ عشان تتنازل عن المحضر، لكن كيم بترفض تماما. فواحدة من أولياء الأولاد قالت لها بنتك هي اللي غلطانة اللي يخليها تقابل شاب متأخر كده، انت نفسك مطلقة وحياتك مش مظبوطة، وبدأت تعايرها. اتعصبت كيم وقالت لهم ولادكم هم اللي أجرموا وهيدفعوا التمن. وفي المحكمة صدر الحكم ببراءة اتنين من الأولاد، والتالت هيتحط سنتين تحت المراقبة. ساعتها انهارت كيم وصرخت في القاضي عشان ضيع حق بنتها بعد اللي حصل فيها. وخرجت كيم ويون في قمة الانكسار واليأس، حتى انها تاني يوم وهي في المحل اللي اجرته اتعصبت على العمال بدون سبب وطردتهم. وفي البيت حاولت تواسي بنتها وتهون عليها، طلبت منها ترجع للمدرسة وتقابل صحبتها، لكن يون رفضت. وفي شقة واحد من التلاتة كان واحد منهم لسه بيتفرج على الفيديو اللي صوروا ليها، فصاحبه سأله إيش معنى يعني دي اللي بتتفرج عليها؟ فقال له عشان كل البنات التانيين قبلوا التسوية إلا دي صممت تدخلنا المحكمة. فسأله تفتكر لو طلبنا منها تيجي تاني هتيجي؟ وفعلا بيبعتوا ليون رسالة إنها تجيلهم وكمان فيديو الاعتداء، وهددوها لو ما جاتش هينشروا الفيديو ده. ساعتها ما قدرتش يون تستحمل ومسكت سلاح. ولما دخلت كيم تطمن عليها لقيتها لابسه ومعاها التشيلو ورايحه تحضر درس الموسيقى. وبتروح يون للعنوان اللي بعته لها، وخرج واحد اخدها بالعافيه ودخلها معاه.
وهما في الشقة بتهددهم يون انهم لو ما ادوهاش الفيديو دلوقتي هتقتلهم، لكنهم بيسخروا منها وبيعتدوا عليها تاني. بتدخل يون في حالة جديدة من الاكتئاب، بتصرخ وبتقطع شعرها. وتاني يوم عرضت كيم على يون انها تيجي معاها يشتروا طلبات، لكنها رفضت وما كانش عندها فكرة عن اللي حصل لبنتها امبارح. اتصلت كيم بطليقها وطلبت منه يقعدوا يتكلموا بخصوص بنتهم، لكنه ما كانش فاضي. وبعدها بتروح يون محل حلويات وبتشتري منه تورتة، ولما بترجع كيم البيت بتكتشف ان يون بتنزف بغزارة بعد ما قطعت شرايين ايديها، فجريت بيها على المستشفى وهي بتعيط. وفي العربية فاقت يون لثواني وقالت لها ما تعيطيش يا ماما. وفي المستشفى حاولوا يسعفوها، لكن كان الوقت فات ونزف الدم كتير وماتت يون. ساعتها كيم فقدت وعيها وجالها انهيار عصبي، ولما بتفوق بتدخل لبنتها وبتحضنها وهي بتعيط. عملوا لها جنازة وحضر والدها وبعض أصدقائها، ومشيت يون من الحياة مقهورة وضعيفة. لما بترجع كيم البيت بتكتشف إن يوم موت بنتها هو نفس يوم عيد ميلادها، وبتتفاجئ بوجود تورتة في التلاجة من يون ومكتوب عليها ما تعيطيش يا ماما، فبتنهار كيم. ولما دخلت أوضتها فتحت موبايل يون واكتشفت فيديوهات التهديد اللي اتبعتت لها قبل ما تنتحر، وعرفت انهم كانوا بيجبروها تروح لهم. ساعتها صرخت بحرقة على بنتها وبتقرر انها تنتقم منهم بنفسها. في الليل بتروح لمكان تجمع الاولاد وبترن على واحد منهم من موبايل يون وخلته يقابلها، وحاولت تاخد منه تليفونه لكنه سخر منها واهان يون، فضربته بالقلم وشدت منه تليفونه، فجري وراها وضربها بعصاية على ظهرها. ساعتها بتقع على الارض وبتدخل الشرطة وبيقبضوا على الولد. ولما كانت في المستشفى راح لها الضابط وبلغها ان الولد هيتحبس اسبوعين، لكن حصلت حاجة غريبة. انكرت كيم وقالت انه ما اعتداش عليها، فاستغرب الضابط جدا من موقفها، لكن اضطروا انهم يفرجوا عنه. وزارها ابو الولد في المستشفى واداها فلوس عشان تبعد عن ابنه، لكنها قالت له خلي الفلوس معاك عشان هتحتاجها الفترة الجاية. تاني يوم بالليل بتتصل كيم بجون وبتطلب منه يقابلها فوق سطح المدرسة، ولما طلعت لقيته مستنيها وكانت ماسكة سكينة بتهدده بيها عشان كان معاهم ويون وثقت فيه، لكنه قال لها انهم اجبروه يعمل كده ويجيبها ليهم. ولما مسكت موبايله شافت صورة بنتها معاه خلفية الموبايل، فأكد لها جون انه كان بيحبها وعمره ما اتمنى لها الأذى. قالت له كيم امشي من هنا قبل ما غير رأيي. ولما بترجع البيت بتفتح موبايل يون، ولما بتعرف عنوان الشقة اللي كانت بتروح لهم فيها راحت لها. بتدخل الشقة ولما بتسمع صوت واحد منهم وصل بتستخبى، لكن بتخرج من وراه وبتفاجئه بالسكينة وطلبت منه فيديو بنتها، فضربها وحاول يخنقها لكنها بتقدر تقتله وانتقمت منه واخدت موبايله ومشيت، ومن خلاله قدرت توصل لمكان الولد التاني. فوصلت له تاني يوم واستنته في الجراج بيركن الموتوسيكل بتاعه وبتشوفه بيسرق عربية، ولما بيلف وراه بيلاقيها بتسأله مين اللي خطط للي حصل ليون، فضحك وقال لها يون دي بنت غبية وهي اللي عملت ده في نفسها، فسابته ودخلت عربيتها وسائت بسرعة شديدة وخبطته جامد وقع ومات. وفي اسم الشرطة بيتم التبليغ عن قتل الولدين، ولما بيفرغوا كاميرات المراقبة من الجراج بيشوفوا كيم جنب جثة الولد. تاني يوم كانت كيم في المحل بتاعها اللي بتجهزه وحطت التورتة بتاعت يون في الفاترينا لوحدها. وفي شقة الولد اللي كيم قتلته بيشوف الضابط فيديو ليون وهي بتعزف لهم تحت التهديد، وساعتها فهم اللي عملوه فيها بعد المحاكمة، وكده يقدر يفتح القضية من جديد. ولما بيروح لجون الشقة بيلاقي فيديو الاعتداء على يون، لكن الغريبة انه بيلاحظ في الفيديو بنت واقفة بتتفرج على صاحبتها وكان عارف هي مين. اتصل ببنته بعصبية وسألها ليه ما قلتيش انك كنت موجودة وقتها، فعيطت وقالت له انها خافت عشان هددوها بالقتل، لكن دلوقتي مستعدة تشهد بكل حاجة شفتها. وبعد وقت قصير اتصلت كيم بالظابط واعترفت انها اللي قتلتهم ودلوقتي هتنتحر زي بنتها، لكنه حاول يوقفها وقال لها ان في ادلة جديدة بتثبت التهمة عليهم اكتر وانه هيقبض على الشخص اللي خطط للجريمة. ولما سألته مين هو قال لها جون، وهنا قررت كيم تتراجع عن فكرة الانتحار لان مهمتها لسه ما خلصتش. راحت المدرسة ومعاها السكينة، بيوصل الضابط المدرسة وبيعرف انهم على السطح، بيطلع يجري بسرعة، ولما بيوصل بيلاقي كيم وجون متصاب. زعق لها وقال لها ابعدي عنه واوعدك اني هحبسه،
فسألته كيم وهي محروقة، لو كنت مكاني وبنتك هي اللي ماتت كنت هتسيبه يعيش؟ وقررت تكمل للنهاية ومش قادرة تشوف غير دم بنتها. وساعتها بيضرب الضابط النار، وبنشوف كيم وهي بتاخد آخر أنفاسها في الحياة بعد ما انتقمت من كل اللي قهروا بنتها وجنبها جثة جون. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة.